فاكر فلوس البورصه ازاي؟ عشان تحصل لنا حقنا. صح. قول للغبي ده بالراحه بالراحه. دارت يا سيع دارت. راحه بالراحه. بس 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 استنى استنى، ده المكان. انت متاكد؟ ايوه طبعا متاكد، والمعلم بدير هناك مستنينا اهو. مش بقولك ده حبيبي. طيب عمور خليك انت هنا من دور العربيه. ها احنا مش هتاخر مش هتاخر ان شاء الله. خدوا بالكم من نفسكم. ها يا رب يا رب. يلا في حفظ المولى عز وجل. اصطبحتك لبن يا معلم بدير. فينك يا راجل؟ والله ليك وحشه. مش معلم بدير، معلم بدير مستنيكوا جوه. سبحان الله شبهه بالملي. بجد؟ اه والله. هنشوف. خش خش. معلم بدير اصطبحتك لبن. ايه يا راجل ما بتسالش ليه؟ مش انا المعلم بدير، تعال معايا على جوه. والله شبهه بالملي برضو، والمصحف الشريف شبهه بالملي. خش خش خش. معلم بدير في ناس عاوزينك. نهار اسود، ده المعلم بدير؟ اه هو. طب وده في حد شبهه في الدنيا؟ معلم بدير عم تجار السلاح في بر مصر تمن. ايه يا راجل والله ليك وحشه. انت مين يا واد؟ مش المعلم بدير برضك؟ يا نهار اسود، انت جاي تشبه هنا؟ اسكت بقى خالص. لابو اخذ سيد المعلمين، احنا كنا عايزين كام حته سلاح كده. عايزهم ايه؟ انت عندك ايه؟ اجيب لك المينيموم وانت تختار. يا ريت والله. انت جاي ستاربكس او حمك؟ خلاص يا واد، عندي طبنجات وعندي آلي. هات لنا 2 طبنجة وواحد آلي بس كومبو. وتطلع كريسبي. هات لهم ياد اللي هم عايزينه. هات يا عم انت بتفهم في الحاجات دي. ايه ده يا ناد؟ ايه؟ مدينا بضاعة بايظة ولاد الكلب. بايظة ازاي يعني؟ اهو والله تقعد تدهوس عليه ما بيضربش طلق. تدهوز؟ ايه اللغه دي؟ عشان انت حمار وجاهل مش فاهم في حاجه ما تلعبش فيها. يعني انت اللي فاهم قوي؟ ايوه ده اسمه زور امان، ده تعمله كده بكافئه. بي... Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. يا نهار اسود يا نهار اسود، احنا ايه اللي وصلنا لكده بس يا ربي؟ ايه اللي وصلنا لكده؟ قتله؟ احنا بقينا قتله يا صالح. قتله قتله. بطل ياد شغل الحريم والولوله ده في عرتنا. اخرس ياد، لا اقسم بالله هضربك بالرصاص. اه صحيح، فين السلاح؟ السلاح هناك مكان زي ما هو. احسن هات الفلوس. طيب لا، الفلوس جنب السلاح، احنا من الخضه والهويه جرينا. يا نهار اسود يا نهار اسود، لا سلاح ولا فلوس، لا سلاح ولا فلوس. احمد ربنا احنا رجعنا سلام. اقول لك دي نفسين، دي نفسها عشان يروق كده. خد يا عماده. المخدرات دي صح؟ هات ادوني مخدرات، ادوني حقن، شكوني ابر عشان نبقى مدمنين وحراميه وقتله. المهم بس دلوقتي يا اخوانا هنجيب السلاح منين؟ صباحه ابيض. لا السؤال مش كده، السؤال هنجيب فلوس السلاح منين؟ ايوه ايوه انا بقى مستني اسمعها دي، هنجيب فلوس السلاح منين؟ من عند امك. ده عند امك، انا مش هدفع مليم تاني. جرايه يا عمرو، انت هتدفع عشان معاك الفلوس؟ انا تعبت قوي يا صاحبي، تعبت قوي. يا عم قوم الحوار ده حوار يا اول. طب خلاص خلاص يا عمور، خلاص ايه ده بقى؟ خلاص مش الجنة بتعيط بقى، خلاص قلنا ايه؟ خلاص معلش، هو انت تعبت لوحدك يا عمرو؟ ما انت تعبت وانا تعبت، هنيجي دلوقتي والنخ بدأنا مشوار نكمله للاخر. يا جماعه يعني لو فيها مشكله انا ممكن اروح لرجاله المعلم بدير وهم حبايبي، يعني مش هياكلوا حقنا. انت تخلص خالص يا ابني الجزمه، بقول اللي حصل ده بسببك، ده انت قاعد تشبه على راجل لغايه ما مات. خلاص هو الواد ده هيتصرف الفلوس وانا هتصرف السلاح. تيجي 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 يا هوا ما تيجي.
تيجي 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 نتعلم سوا هتيجي تيجي 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 يا هوا تعالى هتيجي تيجي نتعلم سوا ابو دنيا ضم بينا هنا في تالتة تاني عايزة شقلاطة وزروطة يلا بينا نهيس سموت منور الدنيا حبيب القلوب انت فين يا غزال؟ موجودة هو يا زعبوب يعني هروح فين؟ يا قلب الزعبوب من جوه طب بقولك ايه؟ سعيد باشا قاعد على ترابيزته يغرد وحيدا محتاج للجامد شكله كده مجروح ونعمل له ايه؟ تغيري له عالجر انها الخطيئة العبي ووريهم يا لوس بالشوكرا الله على دماغك يا نجم نظبط نفسنا الاسوار وخمره عشان نعرف نتكتك العمليه احنا ايه اللي وصلنا لكده بس يا صالح ايه اللي وصلنا لكده بقول لك ايه ابوس ايدك يا تهمد وتسكت تطلع بره تستنانه وتجيب الفلوس لا بقول لك ايه انا هدي الفلوس للكاشير بنفسي واستلم السلاح بالرسيد معلوم زعبوط ابو الزعبيب ابو الزعبيب حبيبي صلوحه بتحبني ولا عادي؟ عادي، أنت بتحبني ولا عادي؟ أقل من عادي حبيبي قلبي، كنت عاوزك في مصلحة كده ثانية واحدة، قبل أي كلمات مش تعرفني على مجالك آه، أبو أخزة، عمور زميل الشغل هاي ازيك يا حمامة؟ سلام زيرو زيرو أهو دي الأسامي، بيشتغل إيه؟ بشتغل نفسي يا عمنا هو هيشقى؟ الله انت جايبنا تهزنا ولا ايه يا عم صالح؟ كده هيشقى وانا الجرداد عندي اغبياء على نفسهم يا عمنا ايه دي الجرأة دي جت منين في البقر ده؟ اوعى كده خليك معايا يا مسجد معلمين ثانية واحدة ابو دنيا نزل لي الوجب المخصوص بتاعي في المقصورة الرئيسية منور يا صلوحة منور يا حمامة ثانك يو نورك والله يا مسجد المعلمين بقول لك ايه احنا كنا مزنوقين في حوار كده محتاجين سلاح حبيبي عايز كام فردة؟ ثلاث حتت بس كده عفيفي منورينا يا رجاله فيفي مسؤوله الامداد والتموين بقول لك ايه هتخطفي رجلك لحد الاوضه بتاعتي هتمدي ايدك تحت الكنبه وتجيبي لي ثلاث فرافر ما تلعبيش في حاجه عينيا ثواني يا استاذ فيفي عرفيني بالمرة على أصحابك أنت تأمر سؤال والنبي نعم اللفيفي دي بتتكتب كلمة واحدة ولا كلمتين زي بيبم كلمتين أحب اللي بان واللي ما بانش جايلك يا سفلة صاحبك جريء قوي بس في فئة أطفال ما تثبتش في البنك عشان سامي بيبم استقصدني وهيودي في دماغه حسبي الله ونعم الوكيل أيوة صالح أنت طول عمرك بتعمل مشاكل يا ابني انت لو كنت ركزت في شغلك زي ما ركزت في المصالح اللي انت بتعملها كان زمانك قدرت تعمل حاجة لكن للأسف انت دورت على الحاجة السهلة عشان كده كنت عاوز تسرق البنك اما انت بقى يا سي عمرو فخيبت املي فيك انا عارف ظروفك كويس وعارف ابوك بيعاملك ازاي لكن ما كنتش هتخيل انك تلغي شخصيتك وتبقى تابع لصالح حضرتك بتكلمني انا شايفك باصص لي ايوه بكلمك انت معلش بس حضرتك ممكن تعلي صوتك شويه عشان انا مش سامع حاجه خالص معلش علي صوتك علشان انا اترش انا اترش ممكن نسيب اوعى عاجبك منظرك ده يا صالح والفضايح اللي احنا فيها بس العيب مش عليك العيب على يا حاجه الله يا حاجه الله يا حاجه الله يا حاجه يا صالح يا صالح انا ساكت عشان خاطرك انت يا وليه يا وليه انت مش شايف يا عم يا وليه يا صالح يا صالح بابا بابا الحق اللي قول لي ايه اللي بيحصل فوق؟ سيبك من اللي بيحصل فوق اللي بيحصل تحت مش قلنا بلاش الكلام ده في مكان اكل العيش بيعقرب الدنيا مش احنا كمان قلنا لو يبقى في باب مقفول نخبط يا بابا يا بابا انجز افتح الخزنه بروس زمان وجاي
كده هيعدمونا صح؟ يعدمونا ايه يا عم؟ هي ديتها 15 سنة وسنة السجن بتسعة اشهر هيفوتوا هوا. هو انا هقول لابويا ايه دلوقتي؟ انت مش هتقول لابوك اي حاجة، ريهام سعيد اللي هتقول لابوك كل حاجة في برنامجها لما نتحبس وتستضيفنا. نهار اسود يا نهار اسود. انت كل ده لسه ما خلصتش. انا شغال يا ابني اهو ما توترناش. قدامك قد ايه يعني؟ بحسب التسهيل والمزاجي. تسهيل ايه؟ البوليس فوق. الله القلب معاك. ثانية بثانية. ايه اللي انت حببته ده؟ افتح لي ام الخزنة دي حالا. ده الجهاز ده؟ ده الجهاز بتاعهم كان بايظ، كنت بصلحه لهم، مشغل وقتي مش اكتر. ايه؟ Easy mama, boop hip, boop hip, mom beep, boop hip, bottom boop hip, booty dip, boop hip, bottom boop hip, booty dip. تلات دقايق والفلوس دي تبقى في العربية. كتير تلات دقايق. مين الكبير بتاعك هنا؟ أنا الكبير والمدير المسؤول هنا. طب يلا تعالى معايا. ما تاخده سامي، هو نائب المدير. ما تكترش، يلا تعالى معايا. وانت كمان يلا تعالي معايا. الله، طب وانا مالي اجي معاكوا ليه؟ اذا كنت انا ام الحرام زميلكم. نزل ايدك، ما حطش حاجه من هنا غير على جثتي. ما تسخنش قوي كده يا عم العمور، عشان انت جثتك ما تفرقش معايا في حاجه. وما تقلقش قوي كده، اول ما نخرج من هنا ونبقى في بر الامان هسيبهم. فكني كده بقى انت واصحابك وعل، وما تعملش فيها ذكر، عشان الكلام مش هيبقى على جدتك انت بس، لا هبقى على جده الحاجه كمان. يلا قدامي، يلا يلا اثبت. قدامي كله اثبت مكانه، محدش يتحرك.